ازاي مفيش تنظيم، ازاي تلبس بدله شتوي واحنا في عز الصيف، ها كده جسمك يحصل له تقرحات عشان انت بتبذل مجهود وفي املاح، فكل ده يقعد يهري كده في جتتك وانت بترقص. جوزك ده، ده جوزك ده صح؟ اصل مين يعني يحط ايده في مكان زي ده الا لما يكون جوزك، يا اما ابوك او امك، غير مسموح لاي شخص يحط ايده كده. طب وليه مكتف نفسك وبوت وبتاع؟ الموضوع ابسط من كده، في بدل رقص شيك جدا وجميله، انت ما بتتابعش الموضه ولا ايه؟ ده كلهم طمعانين في نفس ذات المنطقه. ما خلاص يا حبيبي، ما تحطلي الفلوس في الجيب، وعنده بوت اهو تقدروا تسقطوله في البوت، ولا هي تماحيك فاضيه؟ كلهم طمعانين في شرف الولد. وبعدين مصمم البدله عديم الضمير، ازاي يغطي لك جنب وجنب لا؟ ها ازاي؟ وازاي انت تسمح لنفسك ان هو يغطي لك مكان ومكان لا؟ انت راجل لازم تبقى فخور برجوليتك. ايه بالله الرجوله دي في الشارع كده؟ ده باباك ده، ابوك ده، ابوك ده عشان تحضنه، جوزك عشان تحضنه، تدوا احضان كده الناس وخلاص؟ اشمعنى طبقا ما حضنتوش، اديته بصها كده في الهوا، حتى دي فيها خيار وفقوس؟ اهي وقعت منك عشان هو مش مسامح فيها. انت بقى لو كنت مطول شعرك او كنت لابس باروكه مع اللفه دي كانت هتبقى حلوه، لكن كده وحشه عشان انت قاصص شعرك. عمرك يا اخويا شفت رقاصه كده شعرها قصير؟ ده كلهم بيبقوا مركبين شواتير، هما يمشوا والشواتير تجر وراهم. لا بلاش رفعه الحصان دي اللي تتقلب على ظهرك تتلسح في نافوخك اكتر ما انت ملسوع.